مفيش عقود بتتصون. هو مين اللي خان العقد؟ أنا ولا هو؟ مش مهم، المهم إن العهد اتخان. باطني خبيث بيدبر لقتل الخليفة، ملوش حق. كده كده الموت حاكم على الكل، على الخليفة وعلى السلطان وعلى الصداقة وعلى كل حاجة. أنا اللي هربت من السلطان يا عمر، اديته صلاحيات محدش خدها قبليه. والقرب من السلطان ايه غير قرب من الذبح؟ ردودك عجيبة، انت كنت عايز نعمل له ايه؟ اكافئه على خيانته؟ الطوسي صديق الصبا والشباب، يعمل اللي ضميره يمليه عليه ويخليه مرتاح. طبعا مرتاح، وهيرتاح اكتر راسه مقطوعه ومتعلقه برمح وبيدوروا بيها في كل شوارع اصفهان. ولازمته ايه قطع الراس ما دام الجسم مات؟ العبره. اي عبره؟ ثلاثه تعهدوا على الاخوه والوفاء، واحد منهم قطع راس تاني وعلقها على رمح، وعزم الثالث على الفرجه والسعاده. مفيش عهد في وهيبه الدوله، مفيش عهد اساسا يا طوسي.